قال كيسنجر إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت تصادمية على نحو متزايد، وإنه لا يتفق مع نهج التهديد الحالي للحكومة الأمريكية في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية. وشدد كيسنجر على ضرورة أن تكون الصين والولايات المتحدة أكثر تعاونا. المشكلة الآن هي أننا يجب أن نتحرك في اتجاه التعاون، وبالطبع سيكون للجانبين وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، لكن يجب التأكيد على التعاون. أعرب كيسنجر عن أمله في أن تصبح مكافحة تهديد الوباء فرصة للحوار السياسي بين الولايات المتحدة والصين بعد تولي الحكومة الأمريكية الجديدة السلطة في يناير العام المقبل، كما اقترح أن يعزز الجانبان التبادلات ويواصل التعاون. لم تواجه الولايات المتحدة أو الصين دولة ذات حجم مثل لها من قبل، فهذه هي مرة أولى. يجب أن نتجنب النزاعات بين الجانبين، وآمل أن نتمكن طرفان من عمل معا.